ايه رأي الكابتن سمير عثمان في تعيين الحكم الأجنبي لرئاسة لجنة التحكيم في مصر؟ والله بص يا احمد، انا مش يعني انا وافق عليه في حاله واحده بس، لو الخبير الاجنبي ده هيجي يضيف للتحكيم المصري. انما لو مش هيجي يضيف للتحكيم المصري، لا يبقى احنا اولى بالعمله الاجنبيه اللي هي صعبه دلوقتي. التجربة الأخيرة بريرا، إيه رأيك فيها؟ وجود بريرا كان خطأ من الأول. أنت مشيت مارك لاتنبرج، مارك لاتنبرج طبعا الحكم الإنجليزي السابق، تمام، أنت مشيته قبل ما ياخد الفترة الزمنية بتاعته. عشان تقدر تقيم أي تجربة لازم فترة زمنية وتشوف الإيجابيات والسلبيات. أنت كملتش مع مارك لاتنبرج، بعد كده جبت بريرا. هل بريرا أضاف للتحكيم المصري؟ من وجهة نظري أنا ما أضافش للتحكيم المصري إطلاقا إطلاقا. أنا مش شايف في أي فاليو حصل، مفيش حكام من جداد إحنا شفناهم. مشاكل التحكيم ظهر كتير في القسم الثاني بسبب التقسيم بتاعت الحكام اللي عامل سي 1 وسي 2 وسي 3. تصنيف الحكام مهم، بس لازم كنت تنبه الحكام قبل ما تعمل التصنيف. الحكم في مصر دخله كويس؟ طبعا كويس قوي. دلوقتي المباراه ب 7000 ونص، حلو حلو. المباراه ب 7000 ونص، كنت بحكم ب 10 جنيه. يعني لما العب اهلي وزمالك تحت 21 سنه باخد 10 جنيه بحالها يا كابتن؟ وفي ضرايب 40 قرش، وتدي اللي بتاع اوضه اللبس 10 جنيه وانت خارج، والسايس 10 جنيه، يبقى خلاص طالع مديون. لما دلوقتي لا، ما شاء الله 7000 ونص، حلو.